السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد. كنتمنى ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبتكم المرجان باش نوريكم كاع التخفيضات اللي كاينين هكا في مرجان. وغنبدا لكم في اول بلاصه عندي، داير البلاصه ديال المعنات، نتوما كتشوفوا هادو ديالهم 9 دراهم، كاينه بحال هكا زلي قدامهم، شوف 7 دراهم بحال هكا، وكاين بزاف صغورين هكا 6 ب 29 درهم. هاد الطباصل دراهم، دي 14 هذا عندك هنايا واحد لابواط ديال الزاج، وهذا وهذا ب 99 درهم، 115 بحال هذا اللي عندي واعرين، هادو 115 درهم. هادو كاينين 6 35 درهم، هادو 39، هادو 39 بحال هكا، هادو 35 درهم سنت الماء، هادو 124 درهم، 6 كيلو كيعطوك هاد القرعة ديال الجديد، هادو كلهم داير ليهم 49 درهم، وهادو 39، هادو قاسحين شي شو، هذه قربية هذو الإساف كلهم دايرين يوم 79 درهم، Thank you.
الجهة ديال البلاستيك مزيان. دي كبيرة ديرا ايدوكس ديك لا كلاس اللي جبت ليا 1000 هي ابليس ديرا ابليس بلس هادي هنا سؤال مسلوس 2600 درهم دابا غنسيكم جهة المواد الغذائية وتشوفوا
لي برومو اللي كاينين لتحت. فماش كاين هذا 64 كان لا هولندي ستايت بالنسبه لهذا كتا 60 درهم بالنسبه للزبده كاين تخفيض في ديال سونترال ما عرفت فين كاين هاي 94 درهم الكيلو كاين الرميد ديال جوده ديال 113 هذا هو ديال 115 كاين هذا بالزيت النباتات وكاين هذا بالماء هذا بغيت نشوف لكم الثمن ديالو غير 32 درهم فيه 4 كاين هذا البرومو جوجي ترونس مع إترو ديال ساني كارلو 19 درهم 4 إترو كاين 5 إترو ديال الزيت هذا هاديك غاتوي كاين هادو وهادو وهادو ب 19 درهم هانتوما داليا درت طوماط كونسونطري جوج ديال ليموس مع الرايب يعني 30 درهم كاين هاد البرومو ديال إقبال انا راه خديتها في الدار دايرين جوجات ب جوج ب 26 درهم ديال هادي ديال 55% وعندي هادي ديال 72% جوجات ب 28 درهم ولكن هنايا ما داروهاش انا خديتها في مرجان ديال اكادير بحق هذا مرجان ديال انسكان دايرين وحده ب 20 درهم انا خديت جوجات ب 28 درهم ديال 72% الكاكاو المهم هادشي اللي كاين انا هذا هو اللي كنستعمل المهم كنتمنى ان لا فيديو ديالي ما تنال الاعجاب ديالكم المهم حاولت كاين الصداع قلت لكم حاولت انني نصور لكم لي برومو زعما لي مزيانين اللي كاينين كاينه وحده اخرى في هادشي ديال هادشي ديال مواد التنظيف ديال اوني 2 كيلو كنت خديتها هي و 2 كيلو ديال اوني مع وحده ديال الصغيره ديك اوني الزرقاء كنت خديتهم بجوج بهم ب 26 درهم هذيك فيها نص الرابعه والاخرى فيها 2 كيلو ما لقيتهاش في هذا المرجان ديال انسكان كنت خديتها المهم السيمانه اللي فاتت في مرجان ديال اكادير ما كاينش هنايا صافي هذا ما كان كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم بسلامه عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله الى عجبكم بحال هذه الفيديوهات كتبوها لي في التعليق وبسلامه عليكم.